حكومة لبنانية ترى النور أخيرا يترأسها حسان دياب الأستاذ الجامعي ووزير تعليم سابق. الحكومة الجديدة تتكون من 20 وزيرا في حين لم يشارك تيار مستقبل فيها. اللافت في الحكومة الجديدة أنها تضم للمرة الأولى في تاريخ البلاد 6 نساء، منهن زين العسكري التي كلفت بتولي وزارة الدفاع وماري نجم وزيرة للعدل. لقد سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحية مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة. ولفت فخامة الرئيس إلى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإنجاز جداول الأعمال وتعويض ما فاتنا خلال الأسابيع الماضية، علما أن هذه الجلسة مخصصة لتشكيل لجنة إعداد البيان الوزاري. الحكومة حددت أهدافها مبكرا، تلبية مطالب المتظاهرين المطالبين بإصلاحات شاملة جاءت في قائمة أولوياتها. دياب عقب عرضه تشكيل حكومته على الرئيس ميشيل عون قال إن حكومته تتكون من كفاءات متخصصين سيعملون وفق معايير محددة. هذه الحكومة اللي تشكلت حكومة غصب عنا، يعني بالقوة، بفرض القوة، فرض القوة ما يمشي مع الناس مع الشعب. احنا مطالبنا انه نحن ترقي هذا الرئيس الحكومة، رئيس الحكومة يسقط ويرجعوا ينتخبوا رئيس حكومة، الشعب هو ينقي رئيس الحكومة ينتخبوا يعملوا انتخابات. لكن المتظاهرين اللبنانيين كانت لهم وجهة نظر أخرى بتشكيلة الحكومة الجديدة. المتظاهرون يطالبون باستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد والبطالة وحماية الطبقات الفقيرة من ظلم الضرائب وغيرها. فهل ستنجح الحكومة في تحقيق المطالب وتطمين أصحابها، أم إنها ستسقط هي الأخرى بعد حين؟